السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معايا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ونضيف زمان وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نهير. الكلب اللي معانا دلوقتي ده كلب جيرمان شيبرد، تمام؟ اسمه ميسي. ميسي طبعا لسه جاي من الدفعة الجديدة ولسه يعتبر بداية الشغل معاه دلوقتي. مشكلة ميسي يا جماعة إن هو كلب مهايبر جدا، كلب ما يعرفش إن هو يقعد عاقل وما يعرفش يركز خالص. تنطيطه ولعبه كتير طبعا مضيع الطاعة اللي فيه، ما يديك مش عمره ما هيديك أوامر طاعة طول ما هو مهايبر كده. اساس الهيبره ديت وموضوع الهيبره دي بناء عن الشخصيه اللي بتتعامل معاها، وبناء كمان عن امر الانتباه بالذات، ان الكلب ماشي جنبك منتبه وواخد باله من كلمتك علشان يبدا ينفذ لك رغباتك وينفذ لك اي طلب انت تدوه. طبعا واضح جدا على ميسي اول ما طلع من جوه، تمام، مش شاغل باله طبعا بيا خالص وانا واقف جنبه. ميسي طبعا ولا شاغله اللي واقف جنبه. ميسي طبعا من محافظه البحيره من دمنهور، ومشكلته كده اكيد وضحت، وكنا شفناه اول ما استلمناه وقلنا عليه ان هو مهايبر جدا. اول ما دخلت جوه عشان نجيبه من العنبر من مكانه من البوكس بتاعه بيتنطط بطريقه رهيبه جدا، وبيعمل طبعا عمليه غريبه جدا. المفروض الكلب يكون فيه شخصيه ان هو يكون ثابت لحد ما تلبسه الخناقه بتاعته وتطلعه من مكانه. تعالوا كده نمشي بميسي يا جماعه ونشوف مشيه ايه علشان نتابع معاه الحلقات بتاعتنا. يلا طبعا واضح جدا يا جماعه ميسي مش شاغل باله باي حاجه، تمام، بيروح شمال بيروح يمين زي ما هو عايز، ملوش دعوه باي حد. طبعا باذن الله انتوا هتتابعونا في الحلقات بتاعتنا، تمام. اتمنى انكم تتابعونا مع ميسي واحنا بنغيره، وباذن الله هنلاقي جديد. دي كانت حلقه عن ميسي علشان طبعا تتابعوه، وباذن الله هيتغير معانا. تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.